أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعن ولعنه الله على قتلتهم واعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين نحن المؤمنون نحرص على ان تكون نظرتنا للامور نظره متوازنه لا إفراط فيها ولا تفريط. ومن أهم تلك الأمور التي تتطلب نظرة متوازنة أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله. النظرة المتوازنة تقضي بأن نحترم منهم من كان على الاسلام الحق لم يبدل ولم يغير ولم يبتدع ولم ينقلب على عقبيه اما ذاك الذي وقع في مثل هذا من الارتداد او الانقلاب او الابتداع أو ما شاكل فالنظرة المتوازنة تقضي ألا يحترم وألا تسبغ عليه قداسة كاذبة أو وهمية مخالفون من المبتدعة واقعون في هذا الإفراط أو التفريط وهم اجمالا في عصرنا هذا يصرون على الافراط في تقديس هؤلاء واحترامهم وايجاب مودتهم وولايتهم ويستخدمون في هذا الشان كثيرا من المغالطات التي يفوت على عامه الناس ادراك انها مغالطات فمثلا من جمله ما يطرحونه عاده هو هذا ان هؤلاء الذين يطلقون عليهم اصطلاح الصحابه اعز الله بهم دينه وانتصر بهم الرسول صلى الله عليه واله ولولاهم لما قام الاسلام ولا استقام. اذ بهم فتحت الفتوحات. وبهم انتصر النبي صلى الله عليه واله على كل من ناواه. وهم الذين نقلوا الينا القران والسنه. فكيف يكون جزاؤهم منا ان نلعنهم كيف يكون جزاؤهم منا ان لا نحترمهم كيف يكون جزاؤهم منا ان نبرا الى الله تعالى منهم هذه هي اللغه البكريه المعتاده التي تعرفونها نحن من جانبنا نقول ان هذا افراط، لان كل ما تذكرونه هذا انما هو فضل ولكن بشرط مهم وهو ماذا؟ حسن العاقبه، اذا كان الواحد من هؤلاء قد حسنت عاقبته فانما ابلاه في الغزوات والمعارك وما صنعه من نقل للتراث الاسلامي ما جاهد وما بذل وما انفق الى ما هنالك هذا كله يعد فضلا حقيقيا نقر به ويحتسب له كاجر عند الله تبارك وتعالى أما إن لم يكن هذا الشرط متحققاً إن لم يكن هذا المشروط متحققاً إن كان هذا ممن ارتد أو خان أو بدل أو غير أو ابتدع أو ضل فساءت عاقبته فكل ما صنعه وأبلاه قبل إذن لا يحتسب شيئا عند الله بل على العكس يكون وبالا عليه ورد في الحديث الذي هو مشهور عند أهل الخلاف ما مضمونه أن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالبر والفاجر او بالبر والفاجر فما المانع ان يكون هؤلاء فجارا؟ ما المانع ان نقول ان كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله كانوا فجره ما المانع؟ نعم، انتصر النبي صلى الله عليه واله بهم، أظفره الله بهم، أي نصره الله بهم، ولكنهم كانوا فجرا، هذا لا ينفي نفاقهم. لا ينفي فجورهم. لا ينفي عواقبهم السيئه نعم الذين ثبتوا منهم الذين ثبتوا منهم على الاسلام على الايمان لم ينكثوا العهد لم يخونوا رسول الله صلى الله عليه واله في عترته من بعده مثلا لم يبتدعوا لم يبدلوا فهؤلاء نضعهم فوق رؤوسنا. اما مجرد ان تأتيني وتقول هؤلاء أبلوا بلاء حسنا في الحروب، في الغزوات، الله أظفر نبيه على أعدائه بهم، فهذا بمجرده ليس كافيا لاحترام هؤلاء شرعا. ودعونا هنا في هذا السياق ننقل حديثا من مصادر أهل الخلاف يؤكد هذه الحقيقة عليكم السلام ورحمة الله الحديث تجدونه في كتاب تاريخ الإسلام لإمامهم الذهبي ورقم الحديث ألف وثلاثمائة وأربعة عشر بسنده عن حذيفه قال حذيفه بن اليمان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت اخذا بخطام ناقه رسول الله صلى الله عليه واله طبعا في النص صلى الله عليه وسلم الصلاه البتراء لكني معتاد حين يذكر النبي صلى الله عليه واله أن أذكر الصلاة الكاملة عليه وعلى آله. كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله أقود به وعمار يسوقه عمار بن ياسر أو قال عمار يقوده، المعنى واحد تقريبا وأنا أسوقه. حتى اذا كنا بالعقبه العقبه ايها الاخوه هو طريق جبلي ضيق يعني طريق في الجبل ويكون ضيقا فاجتياز هذه العقبه امر خطير حين يجتاز المرء هذه العقبه لا بد ان يكون ملتفتا جيدا حتى لا ينزلق إذا كان راكبا على دابة وأراد أن يجتاز هذه العقبة فالأمر أخطر وأخطر عليه أن يحرص على أن الدابة لا تميل يمنة أو يسرة فتنزلق فيسقط هو والدابة ويموت من أعلى الجبل فلذلك مسألة اجتياز العقبات مسألة خطيرة النبي صلى الله عليه واله كان قافلا كان راجعا من غزوه تبوك وكان معه الجند جند المسلمين اصر النبي صلى الله عليه واله على ان يسير ويجتاز العقبه اما سائر المسلمين فقد امرهم بان يذهبوا الى الوادي يعني يكمل الطريق عن الوادي عن طريق الوادي فيكون الامر بالنسبه اليهم سهلا. فحذيفه يقول: انا وعمار ورسول الله توجهنا الى العقبه ومنها اردنا ان نجتاز فوقعت الواقعه المعروفه التي سبق وذكرناها لكم اكثر من مره وهي انه جماعه من المنافقين الكبار يتقدمهم عمر بن الخطاب وابو بكر وابو عبيده بن الجراح وابو موسى الاشعري وعثمان وابو سفيان ومجموعه تراوحت اعدادهم حسب الروايات والاثار عندنا وعند اهل الخلاف تراوحت ما بين اثنا عشر الى خمسه عشر رجلا هؤلاء كامونو ختلوا أو يعني راحوا مكان معين في الجبل وذهبوا إلى ما وراء مثلا بعض الصخور بعض الأمكنة وتحينوا الفرصة أن إذا جاء النبي وكان راكبا دابة ناقة أن إذا جاءوا جاء النبي صلى الله عليه واله يرعبون الناقه فالناقه تسقط تنفر وتسقط ولكن الله عز وجل رد كيدهم الى نحورهم انقذ نبيه صلى الله عليه واله وكشف اسماء هؤلاء الى حذيفه وعمار لما فشل الأمر في وسط المسلمين طولب النبي من بعضهم بأن يقتص من هؤلاء لأنه جزاء هؤلاء هو القتل من يتآمر على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله جزاؤه هو ماذا؟ هو القتل ولكن النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن قتلهم بأية حجة هي هذه الحجه التي ستذكرها هذه الروايه وغيرها من الروايات الكثيره. يقول حذيفه كنت اخذا بخطام ناقه رسول الله صلى الله عليه واله اقود به وعمار يسوقه او قال عمار يقوده وانا اسوقه. حتى اذا كنا بالعقبه فاذا انا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها فانبهت رسول الله صلى الله عليه واله نبهته فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله صلى الله عليه واله هل عرفتم القوم قلنا لا قد كانوا ملثمين قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة أرادوا أن يزحموني في العقبة لأقع، يسوون مزاحمة في العقبة حتى أنا شنو؟ أسقط. قلنا يا رسول الله: أولا تبعث إلى عشائرهم حتى حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ليش يا رسول الله ما تبلغ عشائرهم كل واحد إلى عشيرة أنه هذا ترى خان خيانة عظمى هذه فخلي العشيرة هي تقتص منه تأتيك بماذا برأسه حتى لا تصير ثارات بين القبائل وبين العشائر، لا كل عشيره هي تأدب الخائن منها. أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا، أكره أن يتحدث العرب أن محمدا قاتل بقوم حتى حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم فقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ <applause> قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. ما هو شاهدنا من هذه الرواية أيها الإخوة هو قوله صلى الله عليه وآله على ما رواه أهل الخلاف أكره أن يتحدث العرب أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم فقتله ما معنى هذا؟ اقرار بان هؤلاء انتصر بهم الله لنبيه صلى الله عليه واله يقول اظفره الله بهم يعني حققوا النصر لرسول الله صلى الله عليه واله ولكن مع ذلك كانوا ماذا؟ منافقين فاذا لا ينبغي ان نقرا الامور على ظاهرها فقط ان يكون هنالك رجل نفرض لنفرض انه كان ممن ابلى بلاء حسنا في المعارك مثلا ابلى بلاء حسنا في الغزوات وبالفعل يعني تحققت الانتصارات بسببه ليكن خلي نطرح نموذج اللي مثلا عند اهل الخلاف خالد بن الوليد نفرض أن خالد بن الوليد في معركة مؤتة هو حقق النصر مثلا أو أنقذ المسلمين فرضا يعني هكذا الآن لا نريد أن نستغرق في مدى صوابية هذا مدى يعني صحة هذا أنه هل هذه حقيقة أم هنالك يعني تدخلات وتزويقات من أهل الخلاف لبعض المواقف لا نقول مثلا هذا الرجل أو غيره طلحة مثلا الذي يقال أنه فقد إصبعه وشلت يده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا للعلم هذه الأمور المنقولات هذه معظمها ترى محرفة يعني غير صحيحة مئة بالمئة على حال هذا نتركه لمجال آخر ولمناسبة أخرى ولكن نقول فرضا فإن مجرد انتصار هؤلاء انتصار النبي بهم صلى الله عليه وآله لا يعني فقط لا يعني بالضروره انهم ممدوحون الى الابد لا ممكن ان ينحرفوا فاذا انحرفوا تحبط اعمالهم هذه كلها وتغدو وبالا عليهم كما في هذا الشأن هنا النبي على روايه المخالفين يصرح يقول هؤلاء انا اظفرني الله بهم يعني حققت الانتصارات بسببهم ولكنهم المنافقون الى يوم القيامه وانا لا اريد ان اقتلهم لشيء واحد فقط وهو انه المشركون المتبقون اعداء الاسلام اذا علموا بانه قد وقع اقتتال داخلي وان هذا النبي بدأ يقتل أصحابه الذين كان ينتصر بهم ويظفر بهم فإن هؤلاء يعتبرون هذا الأمر بداية النهاية للإسلام فيتحينون الفرص للإجهاز على الإسلام هذا شيء طبيعي أي جماعة أي, أي جماعة إذا تشوف هذه الجماعة صار بينها نزاعات وانشقاقات وكذا فأنت إذا عدوا لهذه الجماعة تعتبر هذا يوم عيدك تقول خلي أنا أتحرك وأقضي على هؤلاء فالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كان يؤسس دينا هو خاتمة الأديان دين عالمي في كثير من الأحيان كان يضطر إلى غض الطرف حتى عن المؤامرات الكبرى التي هي على هذا المستوى جريمه الخيانه العظمى جماعه يتامرون على قتل رسول الله صلى الله عليه واله لكن النبي صلى الله عليه واله غض الطرف تماما عن معاقبته وسماهم اصحابا لا اقل انه ماذا؟ حكايه عما ستقوله العرب كما يأتي في رواية أخرى يرويها الواقدي حول ذات الشأن حول ذات القصة ولكن بتفصيل أكثر فلنستمع لهذه الرواية الرواية تجدونها في مغازي الواقدي في المجلد الثالث الصفحة ألف وثلاث نقتطع محل الشاهد فقط من الروايه. يقول: فلما اصبح، يعني هذا في اليوم التالي بعد الجريمه، النبي صلى الله عليه واله اصبح، قال له اسيد بن الحضير: يا رسول الله ما منعك البارحه من سلوك الوادي؟ فقد كان أسهل من العقبة. قال يا أبا يحيى: أتدري ما أراد البارحة المنافقون وما اهتموا به؟ قالوا: نتبعه في العقبة، فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني من راحلتي. فقال أسيد يا رسول الله فقد اجتمع الناس ونزلوا فمر كل بطن من البطون ان يقتل الرجل الذي هم بهذا فيكون الرجل من عشيرته هو الذي فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله وإن أحببت والذي بعثك بالحق فنبئني بهم فلا تبرح حتى آتيك برؤوسهم وإن كانوا يبدو هنا عبارة متضحة جيدا فلا تبرح حتى آتيك برؤوسهم وإن كانوا في النبيت فكفيتك فكفيتكهم إي فكفيتكهم يصير هكذا يعني أنا أكفيك عن إذا ما تريد أنه كل بطن يقتل من هو ينتمي إليه إذن لي أنا أروح وأقتل كلهم واكفيكم الامر يعني. وامرت سيد الخزرج فكفاك من في ناحيته باعتبار انا من الاوس فانا اكتفي بمن هم مثلا من الاوس والبقيه وسيد الخزرج هم نقول له يروح لمن لمن هم من الخزرج. <applause> فان مثل هؤلاء يتركون يا رسول الله مثل هؤلاء يصح ان نتركهم؟ حتى متى نداهنهم؟ وقد صاروا اليوم في القلة والذلة وضرب الإسلام بجيرانه، يعني الإسلام ثبت، ترسخ، فما يستبقى من هؤلاء، ليش نستبقيهم بعد هؤلاء المنافقين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسيد: اني اكره ان يقول الناس ان محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل اصحابه. يقول انا اكره هذه الدعايه تطلع ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. فيقولون اذا كان الامر هكذا وتعلمون هؤلاء الاسلام كان ما زال عندهم غضا يعني هشا ضعيفا غير مترسخ في قلوبهم للتو قد خرجوا من جاهليه جهلاء فاذا وصلتهم مثل هذه الانباء فان هذا يبعثهم من جديد نحو الكفر انه معقوله يعني النبي بعد ما استفاد من هؤلاء بعد ما انتصر بهم هذا جزاؤهم يكون منه ان يقتلهم فيرتدون يكفرون بالاسلام يعودون الى الجاهليه وتحدث نزاعات وقلاقل وممكن ينهدم الاسلام من راس اصلا لو النبي حقيقه مسوي هذا الشيء كان ممكن الاسلام كله يضيع يضيع وبالفعل ترى لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله قام بذلك وقتل أصحابه لوجدت البكرية اليوم يدينون النبي صلى الله عليه وآله أنه ليش هالشكل يسوي معقول يعني هذا جزاؤهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ليش هالشكل يعني يسوي بهم مثلا هذه مشكلة بعد مشكلة البشر يقول إني أكره أن يقول الناس إن محمداً لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه فقال يا رسول الله هؤلاء ليسوا بأصحاب هؤلاء أنت تسميهم أصحاب طبعاً حكاية عن القول الذي يمكن أن تقوله العرب فيما لو اختص منهم صحيح؟ سماهم اصحابا فرد عليه اسيد بان يا رسول الله هؤلاء ليسوا باصحاب ذولا منافقين ذولا شلون يكونون اصحاب؟ شوف جواب النبي صلى الله عليه واله على روايه الواقدي قال رسول الله صلى الله عليه واله اليس يظهرون شهاده ان لا اله الا الله؟ قال بلى شوف يظهرون ها اظهار إظهار شهادة لا إله إلا الله. قال: بلى ولا شهادة لهم. يعني إظهارهم لهذه الشهادة لا عن إيمان حقيقي، لا عن قناعة حقيقية في القلب. وإنما آه تمثيلا منافق. قال: أليس يظهرون أني رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة لهم. قال فقد نهيت عن قتل أولئك أنا منهي من قبل السماء منهي من قبل الله تبارك وتعالى أن أحدا يظهر مجرد إظهار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا ممنوع علي أن أقتله هكذا هم يرون ونحن نحجهم بما يرون نقول انظروا يا قوم هنا النبي سماهم اصحابا ولو حكايه عن الغير فأقر بان في جمله اصحابه منافقون بلغ من نفاقهم ان تآمروا على حياته صلى الله عليه واله زين هناك في رواية الذهبي رسول الله يصرح بان هؤلاء اظفره الله بواسطتهم انتصر بهم اي انهم حققوا انجازات المفروض مع هذا كله لم تكن الصحبه بما هي صحبه عاصمه لهم من سوء الخاتمه من سوء الخاتمه من النفاق من الكفر والارتداد كذلك لم يكن لم تكن مشاركتهم في البطولات مثلا ان صحت تلك البطولات لم تكن كذلك عاصمه لهم من ولوج النار فلماذا اذا نغالي لماذا نغالي في احترام هؤلاء وفي تقديسهم كلهم وجعلهم او تصويرهم كالملائكه نبرر لهم اخطاءهم بل واثامهم وجرائمهم ونحاول باي شكل من الاشكال ان نثبت احترامهم شرعا وما ذلك من الشرع في شيء يتفرع على هذا الكلام فرع جديد وهو اذا لاحظتم ايها الاخوه ان لدينا مع المبتدعه مع طائفه اهل البدع التي تسمي نفسها اهل السنه مشكله كبيره في التعبيرات والاصطلاحات يعني مثلا يصر البكري على استخدام هذا الاصطلاح ام المؤمنين عائشه مثلا نحن لا نستحل هذا الاصطلاح بالنسبه لعائشه فيأتيك البكر ويقول أليس الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهذه زوجة من أزواجه فلا بد من أن نصفها بما وصفها القرآن تأتي وتجيبه بأنه هذا الاصطلاح لا يمكن إطلاقه إلا مع تحقق شرط التقوى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا بد من ضم الروايات بعضها إلى بعض لا عفوا الآيات بعضها إلى بعض لكي نستجلي المعنى لا بد من ضم الأحاديث بعضها إلى بعض لكي يتنقل لنا الاصطلاح انجاز التعبير متى يستخدم متى لا يستخدم ولم... ولمن يستخدم يعني اذا زوجة من ازواج رسول الله صلى الله عليه واله ارتدت بعده كما هو حال قتيله بنت قيس الكنديه التي روى المخالفون واقروا بانها ارتدت بعد رسول الله صلى الله عليه واله ونكحت عكرمة ابن ابي جهل فهل يصح ان نطلق على هذه المراه انها ام المؤمنين؟ ام انها تسلب من هذا الاصطلاح ومن هذا الاعتبار؟ اصلا عقلا عقلا قبل ان يكون ذلك شرعا هذا الاعتبار هذا الاسم اسم ام المؤمنين يسلب من امراه خائنه كهذه يسلب من امراه مرتده كهذه فكذلك الحال بالنسبه لعائشه نحن عندنا تبعا لائمتنا ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ان عائشه ارتدت اولا قتلت رسول الله صلى الله عليه واله بالسم ثم حاربت نفس رسول الله وهو امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ورسول الله صلى الله عليه واله يقول حربه حربك يا علي حربي فهي حاربت رسول الله فحاربت الله كيف يمكن يعني انت قل لي شلون تقدر توفق بين هذين الامرين قل لي التي تحارب الله ام المؤمنين شلون يصير؟ يصير هذا؟ مثل واحد يقول إن إبليس موحد هو ترى إبليس بالفعل موحد هو إبليس يعتقد أكو إله آخر غير الله ما يعتقد هو, هو يعرف حقيقة الله يعرف أن هناك إله واحد وكان أصلا من العباد سابقا هو مشكلته كانت حسد حسد آدم عليه السلام وعصى وبعد صارت الأحداث التي تعرفونها إبليس لعنه الله موحد في الحقيقة بمعنى انه لا يعتقد بوجود اله غير رب العالمين الاله الواحد الاحد تبارك وتعالى ولكن تشوفونها هذه سليمه انه احنا نعبر عنه هكذا نقول مثلا ابليس موحد تشوفون يعني هذا تعبير سليم ان واحد يطلقه على ابليس فضلا عن ان نعبر عنه كما عبر عنه بعض اهل الخلاف بعض علمائهم ان ابليس سيد الموحدين. نقلت لكم بعض تصريحاتهم من ذي قبل اذا تتذكرون قبل فترة, قبل فتره طويله انهم يقولون ابليس بعض يعني علمائهم يقولون ابليس سيد الموحدين طبعا لا اقول هذا قول جميعهم انا منصف انكروا عليه انكروا على القائل الان حتى ما يحضرني اسم القائل أنكروا عليه بس المهم هذا القائل كان هكذا يفسر الأمر يقول إبليس ليش سيد الموحدين لأنه رفض السجود لغير الله الله أمره بأن يسجد لآدم رفض قال أنا إلك أسجد أنا موحد أنا بس إلك أسجد أما أسجد لمخلوق آخر ما أسجد الغزالي هي الغزالي؟, إيه الغزالي أبو حامد الغزالي إبليس سيد الموحدين، تشوفون هذا تعبير سليم أم هذا تعبير مستهجن؟ مو فقط سيد الموحدين أن نقول إبليس موحد هذا تعبير مستهجن نقول إبليس كافر نعم كفر بالله كونه عصى الأمر الإلهي الواضح بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام فقد كفر خلص كان موحدا سلب منه هذا الاسم لا نستحل اطلاق هذا الاسم على ابليس فكذلك عائشه كذلك قتيله بنت قيس وكذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله التفتوا جيدا تاره نحن نحكي واقع الصحبه بمعناها اللغوي الصرف البحت فنقول نعم عمر مثلا صاحب رسول الله فصار من جمله اصحابه نعم هذا صحيح ولكن تاره اريد ان استخدم الاصطلاح بما له من اعتبار الاصطلاحات لها اعتبارات انا الان حين اقول مثلا فلان كان من اصحاب الامام الصادق عليه السلام هذا الكلام في لحنه إشادة في لحنه ثناء أنه هذا أنا أنطي هذا الاعتبار أنه هذا تركان من أصحاب الإمام فله الاعتبار الكذائي فكذلك حين نقول من أصحاب رسول الله ورسول الله أعظم من الإمام الصادق لما أقول فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله، فأنا هنا إنما أستدعي الاعتبار ليس فقط أستدعي الحكاية عن الواقع، واقع الصحبة المجردة لا فنحن فيما يتصل بالاعتبار أيضا لا نستحل بأن نعبر عن شخصيه مثل عمر بانه صاحب رسول الله ما نعبر هكذا لا نعبر نقول ابو بكر وعمر صاحبا رسول الله ما نعبر هالشكل مثل ما المخالفين يصرون صاحبا رسول الله وضجيعيه او وضجيعاه شايف شلون على اساس يعني يعطونهما اعتبارا و و, و... يعني تفخيما معينا إحنا هذا نرفضه لماذا نرفضه؟ لأنه ثبت عندنا أن هذين الملعونين خانا رسول الله وكذلك كثر غيرهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله وتمردوا على تعاليمه وحرفوا دينه وقتلوا أهل بيته وأسسوا الجور والظلم على الأئمة من بعده صلوات الله عليهم فنحن نرفض هؤلاء إحنا تكفينا مثلا عبارة عمر إن الرجل ليهجر لنحكم بارتداد عمر خلص هذا عندنا ارتداد واحد يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذا يهجر ولا تسمعون كلامه عرفتوا هذا ارتداد عندنا نحن هذا مو قضيه هينه المخالفين يريد مخالفون يريدون ان يهونوا من الامر هذا شانهم الى جهنم وبئس المصير اما هذه كلمه كفر احنا عنده ما بها روح تعال لما كذلك واحد او امراه مثل عائشه لعنها الله تقول للنبي صلى الله عليه واله كما نقلته لكم من رواياتهم من ذي قبل تقول الست تزعم انك رسول الله فلماذا لا تعدل هذه هم كلمة كفر. أن تأتي امرأة وإن كانت زوجة للنبي صلى الله عليه واله أولا تعبر عنه بأنه يزعم أنه رسول الله. وثانيا تتهمه في عدالته تقول له ليش ما تعدل أنت يعني أنت ليش ظالم؟ زين هذا عندنا كفر ارتداد ما عندنا به أيضا روحه تعال. خلاص هذا كافي. فعلى هذا نحن لا نستحل أن نقول أن نعبر عن هؤلاء نقول هذا مثلا صاحب رسول الله من عبر هكذا؟ نقول يسلب منه هذا الاعتبار كما يسلب منه هذا الاسم من عبر هكذا؟ نقول عمر نقول المنافق عمر نقول الطاغية عمر نقول الخائن عمر مثلا كذلك بالنسبة لعائشة من نقول أم المؤمنين ما نقول السيدة، نقول الخائنة، نقول المرتدة، نقول مثلا المنافقة، القاتلة المجرمة الآثمة الخاطئة أم الشرور، أي شيء ما نسميها أم المؤمنين، ما نقول سيدة ما نقول هكذا. ففي مناسبة هذا الكلام أريد أن أنتزع اعترافا من احد اكابر علماء اهل الخلاف وهو ابن حجر العسقلاني بصحه هذا المبنى مع قطع النظر عن المصادق الان الان المهم ان المبنى يكون سليما صحيحا ان نقول ان من ثبتت خيانته او ارتداده فانه يسلب منه هذا الاسم يسلب منه هذا الشرف يسلب منه هذا الاعتبار. اعتبار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعتراف موجود. فالخلاف احنا بيننا وبينهم كما قلنا غير مرة هو في المصاديق، في الشخصيات. وإلا من حيث الأصول ترى يفترض أن لا يكون هنالك خلاف في قضية النظرة للمؤمن والمنافق. يعني نحن وهم نتفق على أن المنافق لا احترام له شرعاً. المنافق لا بد أن يبرأ إلى الله عز وجل منه. لا بد من أن يلعن مثلاً. لا بد من أن يعني يسقط احترامه. ما يجوز واحد يأصل احترامه. إحنا متفقين على هذه القاعدة للعلم. يعني ما إحنا ما نختلف مثلاً في أنه عبد الله بن أبى بن سلول مثلاً لعنه الله هذا يستحق اللعن أو يستحق يعني ان يبرأ الى الله عز وجل منه او يستحق حتى لو الشتم والسب تحقير ايا يكن لانه هذا منافق مهدوره كرامته، مهدور احترامه، ولو فرض ان هنالك انسان من المسلمين اليوم يحاول ان يؤصل لاحترام عبد الله بن ابي بن سلول بدعوى انه كان صاحب رسول الله وانه كان يشفع لرسول الله صلى الله عليه واله فرسول الله يقبل شفاعته لما انقذ حلفائه اليهود عبد الله بن ابي هو اللي شفع ورسول الله امضى شفاعته يعني كانه اعطاه كلش يعني شرف عظيم انه بشفاعته يعني هو شفيع مشفع عند رسول الله صلى الله عليه واله, وآله, وآله. وفوق فوق هذا ايضا النبي صلى الله عليه واله لما توفي او هلك عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكفنه بقميصه الشريف يعني إلى هذه الدرجة فإذا واحد من المسلمين هالشكل مخبل يطلع يقول لا إحنا لازم نحترم هذه الشخصية هذا صاحب رسول الله تجد كل المسلمين شيعتهم وحتى البكريون منه هؤلاء يقولون يقفون ضد هذا الرجل يقولون أنت كلامك مو سليم هذا ولا يقبل بل ويجرمون هذا الرجل انه هو يؤصل شرعا لمن اسقطت الشريعه احترامه لكونه منافق فليش المخالف يحاول ان ينقل النقاش من هذه الدائره وهي في تقييم الشخصيات الى ابتداع اصول جديده كقوله انه لا يجوز التعرض لاصحاب رسول الله، هؤلاء الذين جاهدوا ونصروا بانفسهم باموالهم بذلوا كل ما يستطيعون من اجل الاسلام، هؤلاء الذين نقلوا لنا الكتاب والسنه الى غيرها من هراءات في واقع الحال. احنا مو نقاشنا في هذه الامور، احنا نقاشنا هل ان هؤلاء ثبت ايمانهم ام ثبت نفاقهم؟ هذا هو المطلوب، هذا هذا مورد النزاع. تعال نناقش ناخذ شخصيه شخصيه من هؤلاء ونبحث نشوف اذا هذه الشخصيه بالفعل قام الدليل على ايمانها الحقيقي نحترمها. اذا قام الدليل على نفاقها ما نحترمها بعد، خلاص نبرا منها. الى الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب. لا ماذا يصنع المخالف يروح يجيب لك قاعده عداله الصحابه جميعا ويسد الباب من البدايه. طيب ليش هاي عداله الصحابه ما تنطبق على عبد الله بن ابي بن سلول؟ شعجب عجب؟ يقول لي انه قام الدليل على نفاقه. يقول مو مشكله انا هم قام الدليل عندي على نفاق عمر، ايش عندك وياي؟ يعني. على فرض هاي النظريه سليمه عداله الصحابه. لاحظوا أيها الإخوة في صحيح البخاري الحديث رقم ثلاثة آلاف وثلاثة وستين بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هو يقول رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تحشرون حفاة عراة غرلا 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 يعني يعني شنو يعني غير مختونين يعني حتى الجلد التي قطعت اثناء الختان ترجع حسب هذه الروايه لما يحشر الناس ثم قرأ يعني ثم قرأ النبي صلى الله عليه واله كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين يقول فأول من يُكسى إبراهيم عليه السلام، أول يعني من يُكسى حتى يعني لا يبقى عريانا ثم يُؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي يعني ليش هؤلاء ما يأتون ليش ما يجون لا يريدون علي الحوض مثلا لا يدخلون معي الجنة ليش يذادون عني تبعدهم الملائكة يودون جماعة إلى اليمين أقصى اليمين جماعة إلى أقصى اليسار أقصى الشمال فأقول أصحابي يعني دول جماعتي أصحابي ليش تودونهم فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ارتداد صار من بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم عليهم السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الى هنا تنتهي الروايه لكن فيها شنو تعليق في البخاري يقول قال محمد بن يوسف الفربري: ذكر عن ابي عبد الله عن قبيصه هذا ابو عبد الله الظاهر هو ابو عبد الله البخاري يعني صاحب الصحيح قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد ابي بكر فقاتلهم ابو بكر رضي الله عنه يعني حتى واحد شنو؟ اي لعن الله ابا بكر حتى واحد لا يروح بذهنه بعيد شكل يسوي تعليق على ال... حديث حتى يكون عاملا نفسيا على ان لا يعني تبصر يقول لك لا ترى المراد بالمرتدين من المرتدين الذين ارتدوا على عهد ابي بكر يعني, يعني مو اصحاب رسول الله في المدينه المنوره ارتدوا يحاول ابعاد هذا المعنى عن ذهنك مع انه كما تعلمون ظاهر هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه واله التي رووها وقوع الارتداد في اصحابه الذين يعرفهم ويعرفونه. انتم اذا لاحظتم الفاظ الروايات عندهم الفاظ الاحاديث ان النبي صلى الله عليه واله يقول حتى اذا جيء برجال من اصحابي اعرفهم ويعرفوني، يعني أكو معرفة أكو علاقات وثيقة الصلة وهذا ظاهر في أنه إنما يريد أصحابه الذين كانوا محدقين حوله لا يقصد أولئك الأعراب البعداء ما يقصد هؤلاء هؤلاء ما يعرفهم ويعرفونه يعني ما فيها ماكو ما هاي العلاقات القوية بين الطرفين على أي حال احنا هذا مو بحثنا الآن احنا هذا مو هذا ناقشناه في محاضرات عديدة في كيف زيف الإسلام في أكتوبة عدالة الصحابة في تلك السلاسل المعروفة لديكم إحنا بس الذي يهمنا في هذه الرواية هو تعليق شارح صحيح البخاري عليها وهو ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني كما تعلمون له كتاب في شرح صحيح البخاري اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري فماذا يعلق هناك؟ يقول هذا نص كلامه، التفتوا، يقول: لا شك أن من ارتد سلب اسم الصحبة، لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها. احنا نقول هذا هو مطلوبنا نفرض أن واحد كان بالفعل من أصحاب رسول الله مئة بالمئة وكان من العلماء من أصحاب رسول الله كالرحال أو الرجال ابن عمرو مثلا هذا رجل مخالفون هم يقرون محمد ابن عبد الوهاب هم يقر اللي هو مؤسس الفرقة الوهابية يقول هذا كان رجل معروف بالعلم والعبادة من أصحاب رسول الله وملازم لرسول الله هذا ايش سوى بعدين النبي صلى الله عليه وآله استشهد هذا راح التحق بمسيلم الكذاب لعنه الله وشهد بالنبوة لمسيلم ووقف خطيبا للناس وقال رسول الله أنبأني بأن النبي من بعدي مسيلة يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله الناس هم صدقوا قالوا هذا صاحب رسول الله وصاحب رسول الله ما يكذب هذول عدول عدالة الصحابه شلون ما نصدقه؟ نكفر اذا نقول هذا كان يكذب او هذا كان منافق او ما شاكل فصدقوه وعلى هذا الاساس امنوا بمسيلمه وقاتلوا دون مسيلمه وذهبوا جميعا الى النار وبئس المصير مثل ما الآن المخالفين إذا ما يسمعون الكلام ويصيرون أوادم ويقبلون كلام الشرع والعقل رايحين راكضين وراء كل واحد من هؤلاء أصحاب رسول الله على العميان هكذا مصدقين الكل فهذول هم يودوهم معهم إلى وين؟ إلى النار مثل ما ود هذا الرجل من أصحاب رسول الله المعروفين بالعلم والعبادة ود قوم القوم الذين آمنوا بمسيلمة وداهم جميعا إلى وين؟ إلى النار لأنهم ما فكروا جيدا واحتملوا أن هذا وإن كان من أصحاب رسول الله لكنه كذب خان انقلب على عقبيه بدل ارتد لو شوية كانوا يفكرون مثل ما الشيعة الرافضة يفكرون ما يروحون وراء على العميان هكذا يصدقون بإخباراته ونقولاته يقولون شلون؟ شويه يسالون يحققون يشوفون الكل مجمع على ان النبي صلى الله عليه واله قال لا نبي بعدي فاذا شلون يصير؟ انا اترك هذا كله اروح اصدق بخبر واحد من شخص واحد؟ شويه يبحث يكتشف انه هذا لا هذا كاذب هذا نحن ايضا نفس القضيه احنا نترك كل هؤلاء الذين شهدوا بأن رسول الله صلى الله عليه واله نصب عليا خليفة من بعده وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه ونروح نصدق قول واحد مثلا لعمر او كذا ان النبي مات ولم يوصي او نصدق قول عائشة لما تنكر لما جاءها قوم ذكروا عندها كما يروي اهل الخلاف في صحاحهم أن قوما جاءوا إلى عائشة فقالوا لها إن عليا وصي رسول الله قالت ومتى أوصى إليه رسول الله مات بين سحري ونحري ما أوصى إليه ما سمعت يوصي إليه والحمد لله الشوكاني على ما هو من رد على على عائشه، كان لنا محاضره في هذا الشان اذا تتذكرون، قال لا علي وصي رسول الله، الشوكاني من ائمه اهل الخلاف. بس الوصية يقزمها يقول وصية الوصية النبي لعلي بمعنى أنه يوصيه في أهله في أهل بيتي مو أنه يوصيه بالأمة ككل حتى يتولى شؤون الأمة على نحو ما كان أوصياء الأنبياء السابقين مثلما الطبراني أول مثلا ذلك الحديث أيضا الصحيح عندهم أنه مضمونه أنه وإن عليا خير من أترك بعدي هذا حديث يرويه الطبراني في معجمه موجود أهل الخلاف يروونه فيجي الطبراني يعلق عليه يقول يقصد خير من أتركه بعدي من أهل بيتي لا من كل المسلمين حتى يكون خير من أبي بكر وعمر وعثمان شوف هذا التحكم هذا إحنا نسميه تحكم تحكم محض يحاولون يؤولون عبارات النبي صلى الله عليه واله النبي قال خير من اتركه بعدي من اهل بيتي قال قال خير من اتركه بعدي على الاطلاق وليش ما تاخذ بهذا الاطلاق يعني ليش ما تريد ان تقر بان عليا خير من ابي بكر خير من عمر خير من عثمان خير من كل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش لمجرد انه السياسه جرت بما لم يكن في صالح علي عليه السلام فجاءت السياسه باولهم ابي بكر فانت لازم تخلي مقاييسك سياسيه فتقول ابو بكر اذا افضل الناس خير الناس وبعدين السياسه جابت عمر فتقول عمر هو الثاني وبعدين السياسه جابت عثمان تقول عثمان هو الثالث انظر الى الادله، انظر الى احاديث رسول الله، انت شنو شنو لك علاقه بالواقع السياسي؟ شنو هو بالضروره كل واحد اللي يكون حاكم هو افضل الناس؟ يعني السياسه عاده تقدم الخيرين بالله عليكم؟ الان حكامنا هؤلاء الذين يحكمون هم خير من انجبت الارض يعني؟ لو شر من انجبت الارض. هذه شنو العقليه التافهه هذه التي تجعل الموازين عندها هي الموازين السياسية المقياس هو السياسة في تفضيل والتفاضل بين الناس هذا كان عندهم مشروع سياسي انقلابي وصلوا أنفسهم إلى الحكم أبو بكر وعمر وعثمان وصلوا أنفسهم بطريقة أو بأخرى ما إلى ربط بأنه من هو الأفضل من هو الأخير شيء غريب تقولون هؤلاء أصحاب رسول الله لا تتكلموا عليهم يا اخي احنا المورد النزاع بيننا وبينك ان هؤلاء يقتضي كون ثبوت نفاقهم وارتدادهم يقتضي ذلك ان تنزع منهم صفه الصحبه الاعتباريه الشرفيه مثلما اقر ابن حجر العسقلاني قال لا شك كأن من ارتد سلب اسم الصحبة اسم الصحبة يسلب منه لأنها لماذا يسلب منه ليش هو ما كان صاحب يقول نعم كان صاحب ولكن هذه نسبة شريفة إسلامية فيها اعتبار لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها يعني كان متصفا بأنه صاحب رسول الله لكن ما دمنا علمنا بأنه ارتد بعد ذلك لا نستحل أن نصفه بأنه صاحب رسول الله خلص فخلي إحنا نطبق هذه القاعدة على شخصية شخصية نشوف طبقها على عمار بن ياسر نشوف ارتد خان بدل نبحث نفت نفتش نحاول نعصر أنفسنا حتى نفتش على كل ما يمكن أن يدين عمار مثلا إذا ما وجدنا فحينئذ نقول نعم عمار بن ياسر نعم الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وآله خليه على رأسنا أما رحنا فتشنا عن عمر مثلا فأول شيء يفاجئنا أن هذا الرجل تمرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وكفر وارتد بقوله إن الرجل لا يهجر شنو يعني إن الرجل لا يهجر يعني ترى هذا اللي يخاطبكم هذا النبي هذا اللي أنتم قاعدين عنده الآن اللي يقول لكم تعالوا جيبوا لي كتاب حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا ترى هذا لا تسمعون كلامة هذا مشكوك في قواه العقلية هذا يخرف ترى هذا مو في كامل قواه العقلية الآن فلا تسمعون كلام هذا معنى يهجر ترى في اللغة العربية هذا معنى بعبارة دارجة مبسطة أنا دا أقول بالله عليك واحد اشكلي يوجه كلام للنبي أو اتهام للنبي صلى الله عليه وآله هذا حقه مو أنه لازم واحد يقوم يفصل راسه عن جسده حتى يصير ردع للآخرين أنه أنت تتكلم على النبي بهالطريقة تقول هذا مو في كامل قوال عقلية نبي يهجر الآن لو واحد يسويها مع واحد من أئمتهم صدقوني كلهم يصيرون ضده، واحد من أئمتهم مشايخهم الموجودين يقول ما احترمت هذا الرجل ما احترمته، شلون هو هو في أواخر ساعاته في أواخر أيامه هالشكل تعبر؟ من حق كل البشر كل إنسان يرى في نفسه علائم الموت أن يوصي، صحيح ولا لا؟ هو بس رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتموه من هذا الحق، ما له حق أن يوصي؟ يكتب وصيته يكتب وصية وصية الميت يكتب وصية ما قبلوا شككوا في السلامة العقلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وهذا كفر بالله عز وجل لأنه نعتقد نحن المسلمون أن كل شيء يأتي من النبي صلى الله عليه وآله إن هو إلا شنو وحي يوحى خلص هذا المسلم الحقيقي فاحنا لما تفاجئنا كلمه كهذه من عمر هذه كافيه عندنا في ثبوت ارتداد وكفر عمر او لا اقل نفاقه أن هذه كلمه تكشف عن ماذا عن عدم اعتقاده بالاسلام وبالنبي صلى الله عليه واله حقيقه والا المسلم الحقيقي يسلم ما الاسلام هو التسليم يسلم اللي امر به النبي نفذ خلاص قال هاتوا لي كتابا اكتب خلص يقول تفضل يا رسول الله مو يسوي صياح وجلبة وضوضاء إلى أن يضطر النبي صلى الله عليه وآله يطردهم رزية الخميس يطردهم وثم يقولون له يعني شوي استحوا على أنفسهم يعني قالوا يا رسول الله أولا نأتيك بما طلبت فيقول لهم أو بعد ماذا بعد شنو بعد ما اتهمتوني في في عقلي في إدراكي بعد كلمة الكفر التي نطقتم بها الآن بعد جيبوا لي كتاب حتى أكتب لكم شي يفيد بعدين هو تقولون هذا الكتاب هم النبي كتبه وهو يعني مو في كامل يعني قوال العقلية وإذا هذا صار فسيشكون في كل شيء ولهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن كتابة الكتاب لأنه كانت آثار السلبية ستكون أكثر من آثار الإيجابية كتب الكتاب وقال علي خليفتي شو يقولون؟, يقولون؟ هذا ما كان في قوال العقلية فإذا شككوا في هذه مع ختم رسول الله صلى الله عليه وآله عليه يشككون في كل شيء حتى في القرآن أي شيء ما يعجبهم في القرآن بعدين يحذفوه يقولون هذه الآية مثلا النبي قالها ما كان في قوال العقلية مثل ما طلعوا عليه قضية الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى وغيرها من أمور فكان الإسلام كله على خطر كله في خطر فاكتفى بما قدمه لهم في يوم الغدير وقبله من تأكيدات على أن علياً عليه السلام هو الموصى إليه هو الخليفة هو ولي العهد وامتنع عن هذا الكتاب واكتفى بأن أشهد في أواخر أيام حياتي ثلة من أصحابه الأبرار على أن عليا عليه الصلاة والسلام هو الخليفة فنحن نقول حينما نفاجأ بالبحث والتنقيب نفاجأ أن عمر بن الخطاب هكذا تجرأ وتجاسر على رسول الله صلى الله عليه واله، هذه كلمة كفر وارتداد عندنا فهي كافية لأن يسلب عمر من اسم الصحبة، خلاص يسلب اسم الصحبة من عمر، خلاص بعد ما يسمى صاحب رسول الله لانها نسبة شريفة اسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد ان اتصف بها، احنا كل اللي سويناه اخذنا قاعدة مالت ابن حجر العسقلاني طبقناها في مواردها الصحيحة، على عمر طبقناها شفناها تنطبق خلاص، فنقول بعد هذا مو صاحب. ياتي المخالف يقول لا المراد بالمرتدين هم الاعراب الذين ارتدوا قوم مسيلمه، قوم سجاح، قوم الاسود، العنسي او العنسي امثال هؤلاء الذين ارتدوا يعني من من العرب بعد شهاده النبي الاكرم صلى الله عليه واله ولا يمكن ان نتوقع ان احدا من اصحابه المقربين ممن كانوا في مجتمع المدينه المنوره من المهاجرين من الانصار من أصحاب بيعة الشجرة مثلا بيعة الرضوان أن هؤلاء يمكن أن يرتدوا مع أن هذا قول ساقط لثبوت أن الرحال ابن عمرو أو الرجال أو أيا يكن يعني ضبط اسمه كما ترجموا له هو كان من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد ارتد بعده إجماعاً نقول مع هذا فإنا لما نفتش في أقوال هؤلاء الذين يعتبرون من أصحاب رسول الله المقربين صلى الله عليه واله نجدهم ما كانوا يعصمون أنفسهم عن أن يكونوا مشمولين بأحاديث الارتداد هم أنفسهم كانوا يخشون على أنفسهم كانوا يخشون على انفسهم ويؤكدون ان انه يمكن ان لا يجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه واله في الجنه الابرار منهم هكذا كانوا يفكرون ويخشون لانه هو طبيعه البر ان يكون ماذا يخشى على نفسه المؤمن الحقيقي لا يامن مكر الله المؤمن الحقيقي يخشى أن يفتنه الله عز وجل يستعيذ بالله بعد كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن لأنه بآخر لحظة ممكن تزل آخر لحظة توصل إلى أعلى المراتب إلى أن تحوز الاسم الأعظم كبلعم بن باعورة وبعدين فجأة تنزلق بشيء واحد الى قعر جهنم يسلب منك الاسم الاعظم ويصبح مثلك نعوذ بالله كمثل الكلب هذا هو الواقع يعني ماكو انسان مؤمن لا يخشى انه يضل فيما بعد او انه تسوء عاقبته نعوذ بالله ولذلك ما عنده غير فقط ال نعم لطف الله عز وجل والابتهال الى الله عز وجل في ان يثبته على الايمان والتوسل بالائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام بالنبي الاعظم وعترته الطيبه ان الله عز وجل يبقيه ماذا؟ على الايمان، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هكذا واحد من كبار 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 اصحاب رسول الله صدق صاحب يعني صاحب مؤمن تقي بر وفي ما خان، ما بدل، ما ابتدع ظل وفيا للشرعيه بعد رسول الله، امامه بعد رسول الله علي بن ابي طالب عليهما السلام من هو؟ سلمان عليه الرحمه والرضوان رجل مثل سلمان الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت شوف شلون يعبر لما يسأل سؤال هل أنت صاحب رسول الله شوف شلون يعبر واقعا هذه الرواية مع أنه يرويها أهل الخلاف لكن حري بكل مسلم أن يتوقف ويتأمل فيها والرواية صحيحة عندهم وهي تثبت التي نقول الذي نقول ان هؤلاء الذين تسمونهم صحابه الذين كانوا في مجتمع المدينه المهاجرين والانصار المقربين من رسول الله صلى الله عليه واله لا يمتنع ان يرتد واحد منهم ويفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه واله في يوم القيامه فلا يدخل الجنه يدخل النار وهذا معناه أنهم هؤلاء نفسهم أصحاب رسول الله أنفسهم كانوا لا يعتبرون أنفسهم معصومين من أن يشملوا بأحاديث الارتداد التي تنبأ بها رسول الله. فهذا التأويل اللي جبل البخاري وغير البخاري أنه المراد بالمرتدين المرتدين من الأعراب اللي برا المدينة الذين ارتدوا هذا تأويل. لم يقبلوا أصحاب رسول الله وهم أعرف هم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث عن الارتداد وقوله أصحاب الذين يرتدون من بعدي ويؤخذ بهم ذات الشمال وذات اليمين وذات الشمال ويقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة هاي الأحاديث هم أفهم وأعرف بها لأنهم سمعوها مباشرة منه شو شلون يعبروا الروايه في مجمع الزوائد للهيثمي برقم 12788 عشر وسبعمائه وثمانيه وثمانين عن ابي البختري قال جاء الاشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي الى سلمان الفارسي فدخلا عليه في حصن في ناحيه المدائن لما كان سلمان والي في المدائن فاتياه فسلما عليه وحيياه ثم قالا انت سلمان الفارسي قال نعم قالا انت صاحب رسول الله قال لا ادري صدق هذا لو ما تصدق؟ تأمل ترى هاي الرواية كلش مهمة أيها الأخوة، كلش مهمة. قالوا له, له أنت فلان فلان، أنت سلمان الفارسي؟ قال نعم. قال له زين أنت يعني صاحب رسول الله؟ يقول لا أدري. سلمان مو بعد أبو بكر وعمر، سلمان سلمان منا أهل البيت وصل إلى أعلى المراتب اللي ممكن يصلها غير المعصوم. منا هذا أعلى المقامات، منا أهل البيت. هذا المقام هذا مقام منا اهل البيت هذا يتمنوه انبياء انبياء يتمنون هالشكل يصلون الى مقام منا اهل البيت هذا وصل لما يسأل انت صاحب رسول الله يقول لا ادري الروايه عندهم تقول فارتابا الاشعث بن قيس لعنه الله وعبد الله بن جرير البجري ارتابا صار عندهم ارتياب انه شلون سلمان يقول لا ادري شلون يعني ما يدري هو مو صاحب رسول الله فارتابا وقالا لعله ليس الذي نريد يعني قالا يمكن احنا اخطانا في العنوان احنا بدنا نفتش عن سلمان الفارسي اللي هو صاحب رسول الله هذا موجود في المدائن بالعراق فاحنا دلونا على واحد غلط يمكن هذا اتفاقا هم اسمه سلمان وهم فارسي بس مو هذا صاحب رسول الله لانه اذا صاحب رسول الله ما يقول لا ادري فارتابا في شانه وقال لعله ليس الذي نريد لعله مو هذا اللي احنا طلبة اللي نريده قال لهما انا صاحبكما الذي تريدان لا انا ترى هو ماكو واحد سلمان فارسي غيري اللي أنتوا تقولون عنه انه صاحب رسول الله، اي انا صحيح، انا رايت رسول الله، صاحبت رسول الله، ولكن الان افسر لكم ليش قلت لكم لا ادري لما سالتموني هذا السؤال المباشر وهو انت صاحب رسول الله؟ هذا التعبير بما يختزنه من اعتبار شرفي. انا هذا اللي انا اقول به لا ادري. قال لهما: أنا صاحبكما الذي تريدان إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وجالسته، صحيح أنا رأيت رسول الله وجالسته وسمعت منه إلى آخره، ولكن فإنما صاحبه من دخل معه الجنة. أنتم سألتموني أنت صاحب رسول الله قلت لكم لا أدري لأنه أنا ما زلت في الدنيا لا أعتبر نفسي صاحب رسول الله حقا إلا أنه في الآخرة أرى نفسي قد دخلت الجنة فأنا صاحب رسول الله حقا إنما صاحبه من دخل معه الجنة إذا واحد ما دخل معه الجنة فوإن صاحبه في الدنيا فليس صاحبه ليس صاحب رسول الله شنو فائدة أنه عمر صاحب رسول الله في مكة في المدينة ولكن في الآخرة هو في جهنم ورسول الله صلى الله عليه وآله في أعالي الجنة فرق بينهما فإذا عمر ليس صاحبه إنما صاحبه من دخل معه الجنة هذا الشرط في الصحبة الحقيقية شنو الصحبة هي فقط في الدنيا هالشكل مو هذه هي الصحبه الحقيقي يسلب من اولئك اسم الصحبه ما دمنا نعلم انهم لا يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه واله في الجنه فليسوا اصحابا لرسول الله ليسوا اصحابا له هذه الروايه للعلم صحيحه <applause> يقول الهيثمي في التعليق عليها يقول رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن أبي إبرا يحيى بن إبراهيم المسعودي وهو ثقة يقول رجال الرواية كلهم رجال الصحيح رجال صحيح البخاري صحيح مسلم رجال الصحاح يعني إلا واحد ما احتج به البخاري ما احتج به مسلم وهو يحيى بن إبراهيم المسعودي ولكنه أيضا ماذا؟ ثقة موثق هذا فاذا كلهم ثقات فالروايه ماذا او الحديث ماذا؟ صحيح. هذا الحديث ماذا يكشف لنا او هذه الروايه ماذا تكشف لنا؟ تكشف لنا عن ان سلمان يقر بامكان ان يرتد اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله الذين كانوا ملازمين له. إذا كان سلمان قد سمع من رسول الله صلى الله عليه واله أنه يمتنع أن يرتد أحد من أصحابه فيفرق بينه وبينه في الآخرة فلا يدخل معه الجنة فما كان لسلمان أن يقول هذا الكلام. يقول لا احنا كلنا موعودون بالجنة احنا ما يفرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه واله فما يحتاج يقول لا أدري. ما يحتاج يقول انما يقول لا ادري لهذا السبب يقول انا اخاف من سوء العاقبه أنا اعوذ بالله اللهم اني اعوذ بك من سوء العاقبه هذا لسان حاله فيقول في ما ادري انا الى اخر لحظه انا استعيذ بالله عز وجل من سوء العاقبه منها من همزات الشياطين من الكفر حال الاحتضار إنسان ممكن يكون في آخر ساعة من حياته يكفر ترى آخر ساعة في الاحتضار في الاحتضار في الاحتضار ولهذا يكون آه يعني موصى بدعاء العديلة بالأدعية الشريفة التي آه تؤمن أو تؤمن الإنسان من أن نعوذ بالله يكفر في آخر ساعة من حياتي في آخر ساعة نعوذ بالله فالقضيه هكذا <applause> انما صاحبه من دخل معه الجنه هذا هو المبدا لازم نفتش نشوف من هو الذي يستحق دخول الجنه بناء على الادله من الذي لا يستحق هنا المخالف يطرح شبهه مغالطه معروفه انه شنو امر الجنه والنار بيدنا امر الجنه والنار بيد الله عز وجل فاحنا شو علينا ما نقدر نتدخل في امر الجنه والنار. قول له مو مشكله، عبد الله بن ابي بن سلول من اهل الجنه لو من اهل النار؟ نقول لك قطعا من اهل النار، قال شلون الجنه والنار بيدك؟ شلون انت تحكم على عبد يمكن يكون من اهل الجنه. يقول لا مو هذا معروف انه كان منافق مستحيل هذا يطب الجنه، شلون يطب الجنه؟ معروف منافق وجاءت احاديث واثار كثيره في انه منافق واجماع المسلمين على انه منافق. قل له خلص أنت قام عندك الدليل على أن هذا من أهل النار لنفاقه نحن أيضا قام عندنا الدليل على أن أبا بكر وعمر وعثمان ومن شاكل من أهل النار لنفاقه فلازم نبحث الآن في الأدلة هذه دليلا دليلا نشوف هل الأدلة هذه سليمة أم لا نبحث إن الرجل لا يهجر هذا دليل سليم ثابت لو لا على عمر ثابت دلالته ما هي؟ دلاله كفريه ام لا؟ يستلزم منها الحكم بتكفير عمر وانه لا يمكن ان يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه واله في الجنه ام لا؟ يجيب لك حديث العشره المبشره. تقول له حديث العشره المبشره حديث هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه واله يبدا النقاش بعد الى ان يصل الى نتيجه. أما من البداية يقول لك لا هؤلاء أصحاب رسول الله كيف نتكلم عليهم شلون تتكلمون على الصحابة الأبرار على خير الأمة على سلف الأمة قل له هذا الحكي ما يمشي عندنا فورا كف كلمة سلمان عليه الرضوان التي هم رووا بحديث صحيح قل إنما صاحبه من دخل معه الجنة غير هذا احنا ما نحترمه هذه إحنا قاعدتنا إلى هنا نتوقف ولا بأس ب أحسن سماحة الشيخ طيب الاتصالات الله اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ميزة. ورحمة الله وبركاته نحييكم أعزائي المشاهدين ونفتح معكم إن شاء الله مجال الاتصالات ويا حبذا اللي اخذ فرصة في البرامج السابقة خاصة من اخواننا الشيعة يعطي فرصة للمخالفين لمناقشة سماحة الشيخ ربما يطرحون حجة ربما شبهة ربما لا يعجبهم الكلام حتى يرد عليهم سماحة الشيخ ويستفيد المخالف على وعسى يهتدي احد المخالفين ناخذ علي من الجزيرة المحمدية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل اخوي علي حياك الله الله يحييك اقول ارجو اعطائي الفرصه والرد علي رد علمي هادم ان شاء الله تفضل اقول لكي يكون كلام الشيخ مقنعا المفروض ان يقول ان الصحابه ارتدوا لانهم تركوا امامه علي وكذلك الاجيال المعاصره للائمه ارتدوا عن الامامه ولكن الامام الثاني عشر هو الذي ارتد وكفر بالامامه لانه غاب وترك الامه بلا امام اكمل البحث ولا خلاص تفضل اكمل على راحتك طيب اقول الامام الثاني عشر الله سبحانه وتعالى عينه اماما معصوما وكلفه بالإمامة لكي يبين الدين وتقوم حجة الله على خلقه وتعصم الأمة باتباعه لكنه يعني أنا آسف على التعبيرات لكن لابد منها لكنه عصى التكليف الإلهي وغاب وترك الأمة بلا إمام فالآن من وين ناخذ الدين؟ فما في الآن مصدر للدين لأن الشيعة يقولون الكتاب والسنة ما تكفي مصدر للدين لابد من إمام إذا كان الشيخ يبغى يناقشني فأنا مستعد للنقاش. أه عندك رصيد كافي إذا تبي تنتظر أو تبي تطرح أسئلتك ويجاوبك سماحة الشيخ؟ لا أنا ما عندي إشكالية أدخل مع الشيخ في نقاش، لأن إذا اتضحت هذه القضية يعني أنا القضية هذه فعلا ما اتضحت لي. نعم أوكي، خلاص أخونا علي خليك على الخط. سماحة الشيخ ممكن بس اخواننا خلوا الاخ علي واخواننا شوي ينتظرون حتى سماحه الشيخ يجابه ويصير نقاش. واذا هم اذا انقطع الهاتف اخذوا رقم الاخ علي واتصلوا عليه. سماحه الشيخ ترد على النقطه الاولى؟ او اكثر من نقطه. النقطه الاولى شنو؟ يقول لكي يكون كلام الشيخ مقنع يجب ان يقول ان يقول لهم انهم تركوا الاصحاب تركوا امامه علي فلا حق ان الامام الثاني عشر عندهم ارتد لانه ترك الامه بلا امام. وبعدين موجود هو على الخط هذه, هذه ملازمة باطلة أولا لأن لا نحصر ارتداد هؤلاء بتركهم الإمامة أو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله في الإمامة وإنما نقول على سبيل المثال للحصر إن كلمة عمر يوم لا. رزية الخميس كانت كلمة كفرية دالة على ارتداده وكفره ونفاقه. فلا يسوغ ان يعني نقزم الامور هكذا ونقول لمجرد تركهم الامام قد كفروا. نعم هذا اصل عظيم قد خانوا رسول الله صلى الله عليه واله فيه ولكن ليس هذا هو الوحيد الموجب لتكفيرهم. كذلك قول عمر إن الرجل ليهجر موجب لتكفيره فماذا يجيب عن عمر في شأن هذه المقولة؟ هذا هو نعم. الأصل نعم هذا و... أساس ال... نعم أخونا يعني... علي ورقة البحث اليوم على رد مقولة عمر وتوجب الكفر فما قولك بهذه المقولة إن الرجل ليهجر؟ نعم كلام الشيخ صحيح وطبعا هذا الموضوع هذا الحديث فيه ردود وفيه طبعا لو كان لو كان طبعا نحن ما نبغى لان القضيه الاساسيه هي الامامه صراحه يعني انت معي نعم أسمعك تفضل القضيه الاساسيه هي الامامه ان الصحابه ارتدوا لانهم تركوا امامه علي يعني هذه القضيه الاساسيه فنحن نريد ان نبقى في القضيه الاساسيه ولكن بما انه يبغى الشيخ ان ناتي الحديث طبعا الحديث هذا لو كان الرسول لو كان هذا الامر وحي من الله كان الرسول لابد انه يبلغ ما يعني ما يمنع لا عمر ولا احد غير غير عمر ولكن هذه قضيه مشاوره فقط مجرد تشاور ولكن لكن القضيه الاساسيه الان انه اذا كما قلت انا ان الامام ان الصحابه ارتدوا والاجيال المعاصره الائمه ال11 ارتدوا هذا كلام سليم لكن بشرط ان يقول امام يعني وح سامحوني على العباره ارتد لأنه غاب وترك الأمة بلا إمام هذا بحث علمي يعني نعم أخونا علي خليك على الخط سمحت الشيخ جواب على هذا الموضوع يقول أنه لو كان وحي من الله لوجب لو على رسول الله صلى الله عليه وآله التبليغ ولم يعصمه عمر أو غير عمر ولكنها فقط مشاورة لا أولا كما قلنا هذه أولا ملازمة باطلة هؤلاء حين نقول ارتدوا هذا لا ينحصر فقط بتركهم أصل الإمامة كما أننا مثلا حين نقول إن ذي الخويصرة كشف عن نفاقه وكفره بل وارتداده حين قال لرسول الله يا محمد اعدل هذه كلمة كفرية كافية للحكم به للحكم بها عليه بأنه كافر منافق. إذ لا ينسب أحد الظلم لرسول الله وعدم العدالة إلا من يكون كافرا في حقيقته وإن أظهر الإسلام. كلامنا هو في مثل هذه الكواشف عن الكفر. ما دخل موضوع الإمامة ها هنا. ما دخل موضوع الإمامة. بحث الإمامة بحث مستقل تماما. نعم إنا لا ننكر أن تركهم الإمامة ارتداد كفر نعم هذا لا ننكره ولكن ما هذه الملازمة بين الأمرين ما شأن هذا بذاك علينا أولا أن نناقش الموضوع المستقل أن أحدا إذا ما نطق بكلمة كفرية هل يكفر بسببها أم لا يكفر هل هذه الكلمة كاشفة عن كون هذا الرجل كافرا في واقعه في باطنه وان تظاهر بالاسلام وبالتالي الحكم عليه بانه من اهل النار ان لم يتب الحكم عليه بانه لن يكون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله في الجنة هذا هو بحثنا اما موضوع الامامة ولوازم الامامة وما يحكم به على من انكر اصل الامامه فهذا موضوع مستقل ثم ان التفريع الذي جاء به تفريع باطل متهافت اولئك تركوا الامامه اي جحدوا الامامه فيكفروا اما الإمام بما هو إمام إن غاب فإنه لم يترك الإمام ولا يجحدها حتى يقال إنه يعمه حكم أولئك أيضا فهذا بحث مستقل كلية نحن كل كلامنا هو هذا ماذا يمكن أن يدافع به عن عمر حين قال إن الرجل ليهجر نعم سمحت الشيخ مع قطع النظر الآن عما إذا كانت معي سمحت الشيخ هذه الـ الـ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله أن هاتوا لي كتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا أو بعده أبدا مع قطع النظر عما إذا كان وحيا أو مشاورة ليس هذا هو الكلام الكلام هو هذا أن أحدا يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالهجر والهذيان هل لا. هذه الكلمة حتى إن قلت إن النبي قال ما قال عن استشارة فقط لا وحي هل هذه الكلمة وهي التشكيك في السلام العقلية لرسول الله صلى الله عليه وآله كلمة كفرية أم لا تفضل أخونا بس خلك في نقطة البحث حتى إذا أشبعنا هذا البحث بحثا يعني انتهينا منه ندخل نحاول نعطيك وقت أنك ندخل الموضوع الثاني بس حاول تجاوب على النقطة نفسها تفضل نعم ولكن يعني هو طبعا أنا ما أبغى يعني أننا لكن أنا الذي أردت بس فقط رد بسيط هو إن سمحت الشيخ قال أن الإمام لم ينكر الإمامة تمام؟ لو سمحت رجعت على نفس النقطة اللي قلنا لك خلينا ننتهي من موضوع أن الرجل لهجر وبعدين ندخل بالموضوع اللي, اللي سألت عنه. ممكن بس تجاوب على السؤال اللي طرحنا عليك يمكن مرتين أو ثلاث مرات وبعدين نجاوب أيوه. على النقطة اللي تبي نتكلم فيها تفضل على كل حال يعني هذه القضية يعني مثلا قد الإنسان تغلبه الحمى ويعني قد تحدث له بعض هذه الأمور فهذا الأمر قد يحدث يعني ما في مانع يعني اخونا أه انت أه توافق كلام عمر ان الرسول صلى الله عليه واله كان يهجر لا لا انا ليس اول شيء في كلام ان عمر لم يقول هذا الكلام لم يقول ان الرسول هو اللي هو لا اللي يهجر لا في صحاحكم موجود وفي كل صحاحكم تقريبا هذه الكلمه موجوده على كل حال كما قلت لك اني قلت لك انها في روايه وايضا حتى ولو ثبت فطبعا كما قلت لك انه لا يستلزم منها الكفر لانه هذا من شده الحمى او زي كذا، لكن لو يسالني لو يجاوبني الشيخ على السؤال فهذا زين لحظه بس دقيقه اخونا نقطتك ان شاء الله ابشر انه راح نجاوبها، سماحه نعم. الشيخ يقول من الحمى انا اقول الاخ فيه. الاخ يحاول لانه يشعر بنفسه الان قد يعني وقع في زاويه حرجه. ثابته هذه المقوله من عمر يريد أن يقول لا ممكن أن يغلب على النبي يعني الحمى أو كذا يعني أو زي كذا وخلص لا يا أخي الأمر مو بهذه البساطة إذا أردت أن تبرر لعمر كفرياته فعليك بأن تبرر للجميع كفرياته ليش ما تبرر لذي الخويصر حين قال للنبي صلى الله عليه وآله اعدل ولماذا اعتبرت هذه الكلمة كفراً إلى الحد الذي أغضب عمر نفسه وقال يا رسول الله ألا أتيك برأسه وشنو قال للنبي حتى ما قال للنبي إنه يجر قال يا محمد اعدل بس ما قال شيئاً آخر وكل المسلمين أجمعوا على أن هذه كلمة كفر وهذا كان من رؤوس الخوارج فيما بعد ذو الخويصرة التميمي وهذا ثابت في الصحاح فإذا كانت كلمة اعدل التي يطالب بها رسول الله صلى الله عليه وآله فيجيب يقول ويلك إن لم أعدل فمن يعدل إذا كانت هذه كلمة كفر كاشفة عن نفاق المرء فكيف لا يكون لا تكون مقولة إن الرجل لا كاشفة عن نفاق المرء ثم تقول إنه قد غلبه الحمى يعني شنو غلبه الحمى يعني, يعني بدأ يهذي بدأ يهجر واقعا وهذا مخالف لسياق كل الروايات والاحاديث التي تتحدث عن رزية الخميس فان كل تلك الاحاديث تتكلم عن ان النبي كان يبادلهم الكلام وهو في كامل وعيه كان يقول هاتوا لي دواة وكتفا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا لما نطقوا بهذه الكلمه طردهم وطرده اياهم ثم قولهم له أولا نأتيك بما طلبت؟ فيقول أو بعد ماذا؟ كله كاشف عن ماذا هذا؟ كاشف عن أنه كان في كامل قواه العقلية. فأن نبرر لعمر نقول إنه رأى الحمى تغلب على النبي حتى لا نجعل عمر آثما هذا بحد ذاته إثم عظيم. أدعو الأخ إلى أن يتوب إلى الله عز وجل منه. أريد جوابا على هذه النقطة بالذات قبل أن نتشعب ليس هو موضوعنا ليس هو موضوع الإمامة والفرق بين الجحود وبين الغيبة لأنه صاير اكو خلط عنده بين جحد الإمامة وبين غيبة الإمام لعدم توفر المقتضي لظهوره وهذه كغيبات الأنبياء نبينا غاب ثلاث سنوات غاب في شعب أبي طالب وانقطع عن العالم الخارجي تقريبا لانه كان أكو عليه حصار. اكان يسوغ لاحد من الناس حتى وان كان في نقطه اخرى من الارض وبلغته دعوه رسول الله لانقطاعه عن رسول الله صلى الله عليه واله اكان يسعه ان يقول ان النبي قد قصر في تبليغ الرساله وانا لا وجوب علي في الاعتقاد بالنبوه؟ لو مات على هذا في الثلاث سنين هذه التي كان النبي صلى الله عليه واله غائبا عن العالم الخارجي انجاز التعبير لكان من اهل النار خلاص انت مكلف وصلتك دعوه النبوه فانت مكلف بان تؤمن بهذا النبي ما عندك اتصال مباشر بسبب ظروف معينه الظالمين قطعوا الطريق عليك ان تتصل بهذا النبي خلاص انت عليك ما وصلك حتى ان لم تستطع ان تتواصل معه بشكل مباشر فكذلك الحال امر النبو... امر الامامه سواء بسواء الظالمون هم الذين قطعوا الطريق بيننا وبين امامنا، نحن بلغتنا دعوه الامامه امر حكم به رسول الله صلى الله عليه واله واوصى به فنحن نؤمن بالامام حتى وان ق... وان انقطع الطريق بيننا وبينه بسبب الظالمين الى ان الله عز وجل ياذن له في ان يظهر فيكون هنالك اتصال مباشر ثم على رسلك من قال انه ليس هنالك اتصال مباشر نحن نؤمن انه حتى في زماننا هذا هنالك اتصال مباشر كما مثلت لكم في بعض المحاضرات السابقه شمس غيبها السحاب صحيح يتوصف يوصف الإمام عليه السلام في الروايات الشريفة أن كيف ينتفع به في غيبته فتقول الروايات الشريفة عن الأئمة الطاهرين عليه السلام كما ينتفع الناس بالشمس إذا جللها السحاب أو غيبها السحاب صحيح شمس وأكو سحاب وإنت تحت مدى تشوف الشمس مباشرة تريد تشوف الشمس مباشرة تستطيع تصعد إلى بعض الجبال اللي تكون فوق مستوى السحاب الجبل تصعد تتعب في تسلق الجبل تصعد تروح إلى فوق السحاب تشوف الشمس مباشرة اتعب على نفسك تقوائيا ورعيا صير متقي ورع مجاهد في سبيل الله عز وجل هذا الصعود الله يوفقه تلتقي بامامك عليه الصلاه والسلام، تروح أربعين ليله اربعاء في مسجد السهله تلتقي بالامام كما كثر من المؤمنين التقوا به. مراجع بعض مراجعنا العظام يلتقون به صلوات الله عليه وياخذون منه الاوامر، نعم اكو غيبه لعامه الناس لا لكل الناس، هو يباشر وظائفه هو يدير مهامه في قيادة هذه الأمة روحي فداه ولكن ليس شرطا أن يكون ظاهرا لكل الناس ممن ملأتهم الأدران على أي حال هذا بحث مستقل لا علاقة له ببحثنا أنا أكره ما أكره هو أنه في المناقشات العلمية يصير هنالك بعثرة للأوراق نتكلم في موضوع معين مع الأسف هذه السمة عند البكرين عادة يعني إلا من عصم الله انه يتك... نتكلم في موضوع يشتت البحث يروح الى موضوع اخر شنو ربطنا الان موضوع الامامه احنا كان كلامنا عن قضيه الصحبه هل الصحبه عاصمه من دخول الصاحب الى النار هل هذا الاسم الشرفي وهذا الاعتبار يبقى لذلك الصاحب الى الابد ام يسلب منه فيما لو ثبتت خيانته أو ثبت ارتداده أو ثبت نفاقه ثم الكواشف عن ذلك الارتداد فنحن نقول إن قول إن الرجل ليهجر كاشف عن الارتداد إن قول ذي الخويصرة اعدل يا محمد كاشف عن الارتداد إن قول عائشة ألست تزعم بأنك رسول الله فمالك لا تعدل كاشف عن الارتداد فليجب عن هذه المقولات كاشفة عن الارتداد أم لا؟ نعم سماحة الشيخ هو طبعا حتى الموضوع اللي حاول يتوسع أو يفتح النقاش هم جاوبتوا عليه إحنا الاتصال الحين موجود ولا انقطع الأخوان الأخ علي نعم إحنا نحاول نقول له يتصل مرة ثانية ونعطيه مجال إذا عنده رد على كلام سماحة الشيخ ونعم ومره ثانيه نطلب من الاخوان الشيعه اعطاه فرصه البكريين حتى المشاهد البكري العادي يستفيد من المناقشه ان شاء الله يتشيع واحد فالشيعه خاصه اللي دائما يتصلون فينا اخواننا نترجاكم اه رجاء اخوي رافضي ان لا يتصلون يخلون الفرصه لاخوانهم اه يتصلون أه سماحة الشيخ احنا بنقول نكمل الموضوع لانه هو قال من اين تكون شبهة مرت بقناة فدك وما تجاوب عليها من اين اذا ناخذ الدين وانتم لا تؤمنون بالكتاب والسنة بل تؤمنون بالكتاب والعترة فمن اين ناخذ الدين اذا قابل هذه ايضا مغالطة نحن نؤمن بالكتاب والسنة ولكن السنة التي صححها العترة صلوات الله عليه احنا نعمل هذا فقهنا كما ترى ناخذ بالكتاب والسنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله وما قاله الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام، ما صححه الائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام نستنبط منه احكامنا، نستنبط منه عقائدنا. هذا تراثنا موجود بين يديك. الامام عليه السلام حين يغيب كما ان النبي يغيب، كما مثلنا بذلك المثال، النبي بلغ قبل ان يحاصر في الشعب. كان قد بلغ في حدود تبليغه هذا المبلغ به واجب النفاذ عليك صحيح؟ انت عليك ان ماذا؟ تمتثل لما بلغك به وتعتقد بنبوته وان لم تستطع في الحوادث الاخرى ان تصل اليه فانت في عذر انت موسع عليك صحيح؟ فكذلك الحال في حال غيبة الإمام سواء بسواء كيف إذا كان الإمام قد نصب أفرادا ترجع إليهم في الحوادث الواقعة يعني نفرض أن النبي صلى الله عليه وآله في فترة الحصار تلك حيث غاب عن العالم الخارجي نصب أفرادا قال يا أيها الناس مثلا في يثرب لديكم مصعب ابن عمير مثلا انتم ترجعون اليه هو يعلمكم اي حادثه اي مساله تشتبهون فيها كذا ارجعوا اليه خلص هذا الذي في يثرب هذا الذي في المدينه المنوره وان لم يكن قادرا على ان يلتقي بالنبي صلى الله عليه واله الا انه الحكم منجز عليه وهو ماذا ان يرجع الى من نصبه هذا النبي انه انت عليك ان ترجع الى هذا إمامنا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام نصب أفرادا قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم خلاص احنا نشوف من هم رواة الاحاديث الفقهاء من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم خلص احنا نرجع الى الفقهاء هو الامام رسم لنا هذا الطريق قال ارجعوا الى الفقهاء فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم. خلص. فهنا لا تستطيع ان تقول لا نستطيع ان نتعلم ديننا. نرجع الى من؟ المعصوم الامام اوصاك قال ارجع الى هؤلاء. عينا مثل ما النبي كان يفعل صلى الله عليه واله، ينصب اناسا كان يرسل سفراء منه الى الى القرى الى البلدان يعلمون الناس دينهم. خلص هؤلاء كان واجبا عليهم أن يأتموا بأولئك قولا واحدا سواء بسواء فإذا هذه الملازمات والمغالطات ناشئة مع الأسف عند القوم من عدم التفقه في مثل هذه المباحث المهمة وإلا لو تفقهوا لما كان يقع عندهم مثل هذا الخلط نعم إحنا أخوانا ممكن تعطون بس فرصة للمخالفين الشيعة لو سمحتوا الله يخليكم طلب طلب اخوي يعني مثلا الاخ حيدر من امريكا دائما يتصل دائما ياخذ مجال ممكن بس يعطي اخوانه الله يخليه مجال طلب اخوي من عندي اعطونا منه عند اذا هم اخوان في متشيعين ممكن يعطون مجال اعطوهم مجال عندك احد سيد احمد عندك احد ابو مريم تفضل عطني يا مو مشكله السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم, وبركاته. وعليكم سلام. السلام وعلي؟ ورحمه الله وبركاته السلام على سيدنا الاشم أستغفر. الاشم السيد ياسر الحبيب استغفر الله وعليكم السلام والله اقسم لك عند رب البيت من شك في كفر عمر فهو طو... كافر من شك في عمر في في كفر عمر فهو كافر ولعنه الله على هذا الذي كان يتحدث لحظة, وبهد. لحظة, لحظة, وبهد. 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 لحظة 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 سيد احمد سيد سيد اخوان اخوان اقطعوا الاتصال لو سمحتوا اقطعوا الاتصال مشكور سيد احمد رجاء يا جماعة ما شنو ليش تلعن الرجال ما قال شيء قاعد يتناقش ويمكن مختلف يمكن ريال قاصر ممكن يتجاوب تلعن على اي اساس لا تاخذكم يا جماعة الحماس لهالدرجة ناخذ واحد من السويد السلام عليكم من الاخ من السويد تفضل الو السلام عليكم وعليكم عليكم السلام, السلام ورحمه, ورحمة الله, وبركاته الله وبركاته معكم ابو احمد المشوي ابو احمد تفضل انا يعني مخالف تفضل ابوكم 100% مخالف يعني حتى نحكي بصراحه تفضل مداخلتك تفضل اول شيء انا عندي ثلاث شغلات بصراحه اريد اقولها بسرعه حتى اعطي مجال للمتصلين تفضل اول شيء يعني احب يعني ابين انه الشيخ ياسر الحبيب شيخكم انه هو شيخ صريح صراحة يعني انه شيخ صريح ويا ريت لو كل الشيعة او كل يعني كل العصبية تكون مثله يعني يحسون بكل صراحة وبدون اي سكة وبدون هذا الشيء احنا يعني نتمناه صراحة. اثنين آه عندي سؤالين للشيخ اذا فضل تفضل آه السؤال الاول الاية الكريمة تقول اعوذ آه بالله من الشيطان الرجيم آه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. يعني يا ريت لو يفسر لي اياها الايه الشيخ ياسر ويقول لي اذا اذا بها استثناء بعائشة او حفصه هل هو نزل او او مثلا نزلت ايه بعدها تطل هذا الشيء اللي هو قال ازواجه يعني ازواجه امهاتهم. الشغله الثانيه قبل فتره شفت مقطع على اليوتيوب للشيخ ياسر يقول في يعني هو تسجيل قديم فيقول بي انه الامام علي عليه السلام والنبي محمد عليه الصلاه والسلام خلق قبل ادم ب ألف سنه. فبصراحه يعني انا شويه عندي كان سؤال عجيب لما قبل ادم خلقوا واحدهم كان على يمين العرش والثاني على شمال العرش وبس السؤال يكون يعني لما خلق ادم والله سبحانه وتعالى امر بالسجود اليه فهل سجدوا مع الملائكة أم رفضوا السجود مع إبليس؟ وشكرا لكم. حياك الله. أه يا جماعة الإخوان الله يخليكم شوية يراعون شوي مشاعر الإخوان. وإذا واحد كان مخالف معنا الرأي مو معنا لأن العنف يعني يعذرنا الأخ أن سدينا التلفون بوجهه وسمحت شيخ الأولى الآية سواء الأول النبي أولى من المؤمنين من أنفسهم هل فيها استثناء؟ شوفوا كما بينا أكثر من مرة قلنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معنى هذه الأمومة تنقسم إلى قسمين أو فرعين. القسم الأول حكمي والقسم الثاني تشريفي. أما الحكم فهو الذي يوضحه قوله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فيكون معنى الأمومة هنا أنه كما أنك لا يجوز لك أن تنكح أمك أبدا امك التي ولدتك فزوج رسول الله صلى الله عليه واله بمنزله امك التي ولدتك في حرمه نكاحها ابدا هذا جانب حكمي تشريعي بحت هذا نحن لا ننكره في عائشه وحفصه ان حكمهما الاولي كان هو حرمة أي ينكحا من قبل احد الى الابد على انه لو افترضنا ان احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه واله في حياته طلقها النبي كما وقع كما وقع مثلا بالنسبه الى اسماء بنت النعمان أو الشهباء بنت عمرو وغيرهما ممن خيرهما خيرهم رسول الله وخيرهن رسول الله صلى الله عليه وآله فاخترنا الباه هذا في روايات اهل الخلاف موجود قالوا يا رسول الله احنا ما نريد خلاص احنا نريد الزواج اخترنا انه نتزوج من بعدك فطلقهما رسول الله وتزوجتا تزوجتا افراد فعائشه وحفصه يمكن ان تطلقا ممن من المفوض بالتطليق وهو امير المؤمنين عليه السلام جاء في رواياتنا وبعض روايات اهل الخلاف كذلك ان رسول الله جعل امر نسائه من بعده لعلي بن ابي طالب عليه السلام فقال ما مضمونه يا علي من خرجت عليك منهن فطلقها طلاقا يبرا منها الله ورسوله وابح لها في الازواج يجوز ان تتزوج، لماذا؟ لانه حين كانت زوجه لرسول الله صلى الله عليه واله استشهاد رسول الله اي وفاته لا تؤثر في بقاء حكم حرمه نكاحها الى الابد. وكانه تستصحب حياه رسول الله. فما دمنا نستصحب حياه رسول الله كما هو الواقع فالمفوض الوكيل الذي وكله النبي له ان يطلق كما انه اليوم انت اذا وكلت احدا لكي يطلق زوجتك وطلق هذا الوكيل زوجتك فالطلاق ماذا؟ واقع صحيح نافذ. كل الفرق بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه واله انه حياته وموته سيان من هذه الجهة. حياته وموته سيان من هذه الجهة، هذا كله في الجانب التشريعي الحكمي. أما في الجانب التشريفي الاعتباري فالذي يفسر قوله تعالى: "وأزواجه أمهاتهم" هي الآية الأخرى التي فيها قول الله تبارك وتعالى: "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن" لا شك ولا ريب في أن أمومة المؤمنين أن توصف إحداهن بأنها أم المؤمنين هذا تشريف عظيم اعتبار عظيم صحيح بمعنى أنها ليست كسائر النساء هذه أم لهذه الأمة فلنعبر هكذا ليست كسائر النساء ولكن هنالك شرط مهم جدا وهو شرط التقوى إذا لم يكن هنالك تقوى فيهن فهن كسائر النساء بنص الايه الكريمه لستن كاحد من النساء ان اتقيتن، ان اتقل. ان اتقيتن. فاحنا حينما نجمع الايات لا يصح ان ناخذ ايه واحده ونبني على ظاهرها بلا تفقه. لا بد من ارجاع المتشابهات الى المحكمات لا بد من ان نفهم ما هو المراد بازواجه امهاتهم فنقول في الجانب التشريعي هذا هو الجواب في الجانب التشريفي وسؤال الاخ عن الجانب التشريفي انه كيف يجوز لنا ان نقدح في عائشه او نذم عائشه وهي امنا نقول لا ليست اما لنا لان شرط التقوى غير موجود هي كاحد النساء يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن، ما اتقت ليس من التقوى ان تشرع رضاع الكبير فجورا باسم الاسلام، هذا ليس من التقوى في شيء، يقبل؟ هو المتصل نفسه يقبل اذا الان ادخل على زوجتي او واحد يدخل على زوجتي او على امه اترضعه يقبل؟ ما يقبل يقول هذا فجور والذي تفعله فاجره هذا نوع من انواع الفجور في الواقع فسق هذا عظيم فعائشه كانت تشرعن ذلك تبيحه وكذبت على رسول الله صلى الله عليه واله في اباحته وسودت وجه الاسلام امام الكفار في هذا الشان فاذا لا تقوى لها لا تقوى لها وما دام لا تقوى لها فهي كسائر النساء هذا اللقب يسلب منها كما تحدثنا في ورقتنا البحثية أن ابن حجر العسقلاني يقول إن من ارتد سلب اسم الصحبة لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف بها كذلك نحن نقول إن من لم تتقي من أزواج رسول الله تسلب اسم أم المؤمنين لأنها نسبة شريفة إسلامية فلا تستحقها من لم تتقي بعد أن اتصفت بها سواء بسواء وقد جاء النص الصريح عن الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا الشأن أن عائشة جردت من لقب أمومة المؤمنين فلا يجوز أن نطلق عليها أم المؤمنين لم تكن متقية يا أخي ليش تسميها أم المؤمنين؟ تقول لأن الله قال وأزواجه وأمهاتهم تقبل أن تقول عن قتيلة بنت قيس أم المؤمنين الآن هو فليذهب هو نفسه يطالع كتب التراجم يفتح كتاب الاصابه في معرفه الصحابه او في تمييز الصحابه لابن حجر العسقلاني يجد في باب النساء قتيله بنت قيس الكنديه تزوجها رسول الله قبل شهرين من وفاته لم يطلقها بعد ذلك ارتدت وامنت بمسيلمه الكذاب ونكحت عكرمه ابن ابي جهل القران ماذا يقول؟ وازواجه امهاتهم، هذه كانت زوجه ام لا؟ ما طلقها النبي. كانت زوجه ام لا؟ كانت زوجه، لكن لا تجد احدا الان بمن فيهم البكريه يقولون هذه ام المؤمنين. لماذا؟ يقولون لانها بانت من النبي. بانت عنه. ارتدت فبانت، بعد ذلك عادت الى الاسلام وتزوجت من؟ عكرمة ابن أبي جهل فهي ليست أم المؤمنين يعني الشرط القاطع قطع هذه المسألة قطع هذا الوصف خلاص انتهى انتفى كونها أم المؤمنين فكذلك نحن لا يسوغ لك لا يجوز لك أن تتشبث بظاهر الآية وأزواجه أمهاتهم لتعممها على كل أزواج رسول الله لا يجوز حتى من ارتدت حتى من فسقت حتى من فجرت حتى من آه حاربت وأجرمت وقتلت حتى ومن ارتدت كهذه ولم تتقي لا لازم تشوف الشرائط ما هي شرطها وشروطها موجود هذه لازم تلاحظ أما الشكل عن العمياني واحد يأخذ الآيات يفسرها بكيفه ما يصير أي تقوى في امرأة تعترف صراحة أنها كانت تكذب على رسول الله عائشة كانت تعترف صراحة تقول أنا وحفصة تواطينا أو تواصينا على هاي حديث المغافير المعروف صريح العبارة تقول إحنا كذبنا على النبي هذا تقوى هذا الكاذب الكاذبة متقية يجتمع الكذب مع التقوى يجتمع الفجور كما في رضاع الكبير مع التقوى لا يجتمع فما دامت غير متقية يسلب منها لقب أم المؤمنين ولا كرامة احسنت سماحه الشيخ السؤال الثاني نأجله بعد ما ناخذ اتصال عندنا منو من الجزائر ولا المغرب تفضلوا كيف جبت الشيخ عندما كان يعلمنا كيف السلام عليكم اخوي عزام من الجزائر السلام عليكم ابو سلام عزام ورحمه الله وبركاته حياك الله اخوي ابو عزام سلام. من الجزائر حياك الله انت على الهواء مباشره تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام اريد ان اعلن تشريع الان ما شاء الله. أنا أبو عزام الجزائر. تفضل معك سماحة الشيخ الحبيب تفضل. أريد أن السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله بارك الله بكم. ثبتك الله على الإيمان لي. إن شاء الله والإسلام ولي. الحق. التشيع إن شاء الله. إن شاء الله جاهز إن شاء الله لنلقنك أن نلقنك شهادة الإسلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل على بركة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأنه مبرء من كل عيب وشين وأنه مبرء من كل عيب وشين من كل عيب وشين صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله من أبي بكر من ابي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشه وعائشه وحفصه وحفصه وسائر اعداء اهل بيت رسول الله وسائر اعداء اهل, بيت, أهل, رسول أهل الله بيت رسول الله اشهد ان ابا بكر وعمر اشهد ان ابا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار صلوا على محمد واله. اللهم صل الله. على محمد وال محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم هنيئا لك أيها الأخ الجزائري الحر شنو اسمه عزام؟ أبو عزام نعم أنت يقول أطلب كطلب أن تدعو أن لي هذا هذا هذه الليلة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعم أخي أبو عزام سأدعو لك إن شاء الله نعم أخو أخي أبو عزام كم تبلغ من العمر إن شاء الله؟ الله, ما الله يعطيك العمر كله اللهم نسألكم الدعاء إن شاء الله ثبتك الله على الإيمان وهنيئا لك الجنة بشفاعة محمد وآله الطاهرين ممكن نسألك بعض الأسئلة أخو أبو عزام؟ نعم سيدي ممكن اسالك بعض الاسئله ان شاء الله؟ نعم سيدي. آه ما هي ما هو مذهبك السابق اخ ابو عزام؟ انا كنت صوفيا، كنت صوفيا. نعم، بارك كنت الله فيك. من, من المتصوفة. نعم. وكنت اجيل كانوا كنت في جماعة الصوفية وكنت اتحدث عن ان يعطوني المجال لألقي دروسا. وكنت اميل كل الميل لسيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام, والسلام, والسلام. عليه وسلم كنت نتكلم من حكمه ومن علمه ومن ولهذا دخل حب ال البيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قلبي واصبحت اليوم شيعا يعني ان شاء الله. بارك الله البيت. نعم نعم عزام أه ما طول مدة البحث عن الحقيقة؟ نعم سيدي كم من الوقت استغرقت لأن تقتنع بالتشيع؟ في الحقيقة منذ منذ قديما قلت لك أنا كنت من الجماعات الصوفية كنت متصوف ومتى بدأت رحلة نعم. البحث؟ أه بارك لي شهرين ولا كنت كنت أتابع قناة المودة كثيرا نعم مودة الشيخ الغزي كنت أتابعه كثيرا كذلك نعم واليوم اتابع قناه صدق وقناه اهل البيت بالعربيه كذلك نتبع كثيرا نعم اخ ابو <applause> عزام بارك الله فيك اول ممكن تعرف الناس بس عن بعض حياتك الشخصيه اذا تقدر اذا ما فيها مشكله مثلا ماذا تعمل او كم تبلغ من العمر كنت كنت مسؤولا في الامن نعم واليوم راني حادثة على التقاعد نعم نعم سيدي و... وأنا معجب بتحليلات وتحقيقات الشيخ ياسر الحبيب خاطر هذا مارسته أنا في التحقيقات وكذا كذا كنت مسؤولا في الأمن نعم ثبتك الله على الإيمان إن شاء الله وطاعة الرحمن عشرك الله مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين هنيئا لك أخوي أبو عزام ركوبك سفينة النجاة وموالاتك لامير المؤمنين سلام الله عليه الحمد لله. مرة ثانية أكرر طلبي أن الشيخ يدعو لي هذا الليل هذه الليلة. إن شاء أبشر الله أبشر إن شاء الله إن شاء الله سأدعو الله. لك دعاء خاصا هذه الليلة. ثبتك الله, الله. الله. حياك الله, تواصل مع الأخوة مع السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سأ... إن شاء السلام الله أبقى سأ... على اتصال بكم إن شاء الله, إن شاء الله. بس خل رقم هاتفك وإن شاء الله نتواصل معك إن شاء الله. نعم سيدي. حياك الله يا هلا. حياك الله. يا حياك الله. الله ناخذ الأخ عبد الحمد العزيز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد العزيز من وين تكلمنا لو سمحت؟ من الجزائر بارك الله فيك أنا من الجزائر. حياك الله تفضل أسأل سؤالك أه تفضل. اه نعم أنا أريد فقط أن أكلم الشيخ تفضل سماح يس... يس... نعم, يسل... نعم. 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 الذي ياسر الحبيب أو نعم تفضل وأقول لكم أه تسمحوا لي ببعض بعض الشعر بعض كلمات من الشعر اذا تفضل اذا عندك مداخله وسؤال تفيد نعم فيه في المشاهد في يستفيدون يخص اكثر فيما يخص ابو بكر الصديق لحظه لحظه لحظة, لحظه بس دقيقه بقى. دقيقه دقيقه عزام حتى نعم. عبد العزيز حتى يستفيد المشاهد اذا عندك اشكال او شبهه او اعتراض نعم على نعم. ورقه نعم. البحث ممكن نعطيك كل الوقت بكل ادب ان تطرح هذه الشبهه حتى تستفيد المشاهدين نعم تفضل بكل ادب واشكرك جزيل الشكر على على ما فعلته عندما قطعت الاتصال الذي كان يلعن على المباشر بارك الله فيك حياك وانا اقول بعض بعض الشعر على ابو بكر الصديق الذي تقولون انه في في جهنم لا أخونا الشعر هذا ممكن نعم. تجعله الى اصدقائك او ربك لا نريد ان نسمع شعرا عن ابي بكر، نشكرك اخوي عبد العزيز لا 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 لا, لا, لا نصيح نصيح لك لا احنا لك عندنا ممكن اذا شغله يستفيد منها المشاهد وانت تستطيع ان تنصر بها دينك غير الشعر كمداخله او عندك استفسار او عندك هي, مداخلة هي مداخلة تفضل هي وليس بالشعر بال... تفضل اخوي عبد العزيز في صلب الموضوع بارك الله فيك في صلب الموضوع <applause> اخوي عبد العزيز انا ما مشكور على اتصالك الظاهر مو راضي يقتنع بوجهه نظري فنشكرك على اتصالك اخ عبد العزيز اذا عندكم اخوان اتصال ثاني او نجاوب على سؤال الاخ عندنا الاخ ابو احمد عنده سؤال ثاني اللي من السويد يقول عندما سجد طلب الله جل وعلا من الخلق ان يسجدوا لادم عليه السلام وكان نور محمد وعلي وال بيت سلام الله عليهم محدقين بالعرش فهل ابو بكر وعمر سجدوا ام عصوا كما عصى ابليس؟ لا, لا, لا ما قال ابو بكر ابو بكر وعمر ما ذكر؟ لا لا فقط رسول الله لا كان اشكاله حسب ما فهمت من اشكاله هذا عفوا خطا لا, لا حسب ما فهمت من اشكاله انه هذا يعني انت تقول شيئا غير معقول انه قبل أه خلقة آدم كان رسول الله أمير المؤمنين ولا إما الطاهرون عليهم الصلاة والسلام مخلوقين فإذا كانوا مخلوقين فلما أمر الله عز وجل الخلق بالسجود لآدم هل سجد هؤلاء أم لم يسجدوا أم عصوا مع إبليس أحسنتم أولا نحن حين نقول إنهم كانوا مخلوقين نقول إنهم كانوا مخلوقين في عالم الأنوار كانوا انوارا محدقين بالعرش. ما كانوا مخلوقين على الهيكل البشري الدنيوي. كانوا انوارا، هذا ورد في استفاضه عندنا عن ائمتنا عن رسول الله صلى الله عليه واله، وكذلك ورد عند بعض اهل الخلاف. روايات موجوده عند بعض اهل الخلاف ان النبي صلى الله عليه واله مثلا يقول: كنت نبيا وآدم بين الطين والماء. سأله جابر بن عبد الله الأنصاري ما أول ما خلق الله؟ قال نور نبيك يا جابر. اللهم الله صل على محمد وال محمد فنحن نعتقد بأنهم كانوا أنوارا. كما في روايات نبينا وإمتنا عليهم الصلاة والسلام أن هذه الأنوار أودعت في صلب آدم فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم قال تبارك وتعالى ما مضمونه أن قل الروايات قال إنما امرتكم بالسجود لعبدي هذا ادم لانه اودع انوار محمد وال محمد صلوات الله, الله, الله عليه صل صل اللهم صل على صل الله محمد وال محمد. شرف ادم هو هذا انه النور المقدس وهو نور النبي واهل بيته عليهم الصلاه والسلام كان مودعا فيه ثم انتقل هذا النور من ادم الى شيث او شيث او شيت وهو وصي ادم عليهما السلام ومنه من نبي نبي وصي وصي الى ان وصل الى عبد المطلب فلما وصل الى عبد المطلب عليه السلام انقسم قسمين نور شق من النور ذهب الى عبد الله بن عبد المطلب عليهما السلام وشق اخر ذهب الى ابي طالب بن عبد المطلب عليهما السلام. من النور الاول من الشق الاول كان رسول الله صلى الله عليه واله ومن الشق الثاني كان امير المؤمنين عليا صلوات الله عليهما. ثم اجتمع النور من جديد متى؟ ولد رسول الله صلى الله عليه واله او انجب الزهراء صلوات الله عليها وزوجت الزهراء من الشق الثاني من النور وهو علي بن ابي طالب فجاء الحسن والحسين والائمه بعد اجتماع النورين من جديد في هذه السلاله المقدسه التي خاتمتها امامنا وسيدنا صاحب الزمان المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الذي نحن نعتقده ونؤمن به كما شهد به القران حين قال وتقلبك في الساجدين يعني هذا النور الذي يتقلب في الساجدين نقرا في الزيارات المقدسه التي نتعبد بها وعلمنا اياها ائمتنا اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره هكذا تتنقل هذه الانوار من صلب الى صلب تودع من جد الى جد من اب الى اب الى ان تصل الى ان وصلت اليهم. اما انه تقول هل كانوا قد سجدوا فاولا قد تبين لك انهم قد اودعوا في صلب ادم. نعم هنالك بعض الاثار الشريفه والروايات التي تتحدث عن انه كان هنالك اشباح محدقين في العرش ايضا يعني كان كانت ذواتهم صلوات الله عليهم على شكل اشباح اي هياكل لطيفه هذا معنى الشبح يعني هيكل لطيف هيكل لطيف مو مادي كثيف نحن نحن هيكل مادي كثيف الانوار الالهيه المقدسه هيكل لطيف أجسا اجسامهم في تلك العوالم الغيبيه نحن نتحدث كانت اجساما ماذا؟ لطيفه فهنالك في الروايات انهم ما كانوا مامورين بالسجود لادم لانهم كانوا من العالين ولذلك الله عز وجل خاطب ابليس انه لماذا انت لم تسجد؟ استكبرت ام كنت من العالين يعني انت مكلف بالسجود لانك لست من العالين الذين ليسوا مكلفين بالسجود وهم محمد وآل محمد عليهم الصلاه والسلام اللهم آه 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 صل على, الله. على محمد وال محمد فعلى اي حال هذا الاخ المخالف على اي شيء يشكل يعني هل هذا الكلام فوق طور عقله فعليه إذن أن ينمي عقله أكثر يعزز إدراكه العقلي أكثر حتى يستوعب هذه الأمور الغيبية المهم هو دائما أن نؤمن بما جاء به النبي ولا إما عليهم الصلاة والسلام وإن خفي علينا وجهه المؤمنون ممدوحون لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون هكذا أول نقطة أن تؤمن بالغيب أمور غيبية نجهل كنهها حقيقتها في الزيارة الجامعة نحن نقرأ المروية عن إمامنا الهادي عليه الصلاة والسلام موالية لا أحصي, ثناء. أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدى من المدح كنهكم وأنتم نور الأنوار ما نستطيع أن نعرف كنه الأئمة النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام لأنهم نور الأنوار حتى الملائكة وهم انوار الملائكة عليهم السلام كذلك انوار نستطيع ان نعرف كنه الملائكة احنا نعرف جيدا كنه الملائكة ما نعرف فكيف بمن هم نور الانوار يعني انوار الملائكة مقتبسة من انوارهم من انوار النبي واهل البيت لانهم اشرف من الملائكة صلوات الله عليهم فهذه امور على يتحال حال غيبيه امور تحتاج الى أه أه يعني أن يتعلم الإنسان أن يتفقه الإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يقترب من هذه الحقائق الشريفة وهذا لا يناله كل امرئ خاصة إذا كان لم يوالهم بعد فكيف يمكن أن يستوعب يعني حقائقهم أحسن سماحة الشيخ ناخذ الأخ أبو أيوب متشيع جديد حسن. من المغرب السلام عليكم السلام عليكم أخ عبد الله حياك الله اخوي بيو السلام, السلام, السلام عليكم السلام عليك الشيخ الحبيب مو واضح تفضل اخوي بيو السلام عليكم الشيخ الحبيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على, على محمد, محمد محمد اريد ان اهنئ الشيخ ياسر الحبيب على هذا المسار الذي اتخذه ضد المخالفين وضد اعداء ال البيت وانا ابلغكم اني متشيع من ارض المغرب نعم وأكرم بك. آه بارك الله فيكم، وأريد أن أقول أن أن مساركم من البحوث والبحوث التي شاهدتها الشيخ ياسر الحبيب هي بحوث جد منطقية وجد عقلية وقريبة للمنهج العقلي والروحاني للإنسان، فهي هي أقرب إلى الدين الحق، والذي شدني أكثر هو البحث الذي الذي معنون بكيف زُيف الإسلام. وبحت جد رائع وهو الذي شدني الى ان اتشيع والحمد لله واشكر شيخ ياسر الحبيب والله صل على محمد وال محمد واستمروا على هذا النهج ان شاء الله حياك الله اخوي ايوب ونتشرّف فيك حياك و... الله, الله ايوب من متى متشيع ان شاء الله سنه ونص تقريبا سنه ونص بارك الله, الله. فيك وثبتك الله على ان شاء الله وما كان مذهبك قبل التشيع كنت شو سني مالكي على مذهب مالي نعم عدم. حياك الله ونتشرف فيك اخ جديد على قناه فدك أه 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 مرحبا والله شكرا شكرا حياك شكرا الله حياك. تواصل مع الاخوه وخل رقم هاتفك ان شاء الله خير ان شاء الله شكرا, شكرا. حياك الله ماجور ما هنيئا لك اخي الكريم آه. حياك بارك الله فيكم آه. اللهم صل آه. على اللهم صل آه. ماجور ما ان شاء الله سمحت الشيخ هنيئا للاخوين ايوب من المغرب وابو عزام من الجزائر وأسأل الله تعالى لهم الجنة إن شاء الله ولكن تحليا بالورع والتقوى هذا شرط أهل البيت علينا صلوات الله عليه الورع والتقوى إن شاء الله موعودون إن شاء الله أنتم بالجنة ولكن تحلوا بهذا الأمر إن شاء الله تعالى وكثر الله من أمثالكما إن شاء الله نعم أحسنت سماحة الشيخ احنا كثر اخوان في الفيسبوك وفي عن طريق الايميل وعن طريق الهاتف يبلغونكم السلام وعليهم السلام والتحية, والتحية والاكرام قضى الله حوائجهم جميعا ان شاء الله نعم احسنت سماحة الشيخ واحنا ممكن ننهي هذا الوقت اذا الامر لكم, نعم الأمر لكم احنا اعزائي المشاهدين نقول لكم بشركم ان قناه فدك للمره الاولى خلال هذه السنه ان شاء الله في محرم الحرام سوف يقوم هناك سيكون هناك نقل لمجلس حسين إن شاء الله مع سماحة الشيخ الحبيب ويتلوه مجلس عزاء إن شاء الله يكون منقول على قناة فدك نشكركم على حسن المتابعة هذا ما لدينا اليوم وما بقي لي إلا نستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم <سؤال> السلام ورحمة الله وسلم صل على محمد وآل <سؤال> <سؤال> <وعليه> محمد وعجل فرجهم وألعن أعداءهم